من اهم الحاجات اللي بتاثر لنا في الايمج كواليتي هي السكاتر راديشن. السكاتر راديشن جايه اساسا من الكومبتون سكاترينج. الكومبتون سكاترينج بيسكلي احنا بنتوقع ان البيم اللي طلع لنا من السورس هنا بيمشي داخل البيشنت ويطلع لنا عمليه نقطه هنا. لو فرضا ان انا عندي بيم او عندي مثلا اكس راي فوتون مشي في الاتجاه ده وبعد كده حصل له سكاترينج جه بعد كده عمل لي نقطه هنا، النقطه دي بتعمل لي نويز في الصوره، ما بتعمليش اكشوال يعني اكشوال اكسبوجر يبقى له معنى او له قيمه تشخيصيه. فاحنا بيسكلي اي واحد من الاكس راي فوتونز حصل له ديفيشن عن المسار بتاعه ده يعتبر سكاتر راديشن، وده بيعمل لنا نويز في الصوره. لو احنا بصينا على نسبه الانتر اكشنز اللي بتحصل بين الفوتو الكتريك افكت والكومبتون افكت بنلاقي ان احنا لما بنروح عند الفيري لو كي في بي بيبقى الفوتو الكتريك افكت بيبقى دوميننت، وبالتالي النويز في الصوره بتبقى اقل ما يمكن. كل ما بنعلى بالكي في بي بنلاقي ان العكس بيبتدي الاثنين يعني يتبادلوا الاماكن بتاعتهم، بحيث ان احنا في الفيري هاي كي في بي الكومبتون سكاترنج بيبقى دوميننت وبالتالي النويز بتبقى عاليه جدا، الفوتو الكتريك افكت بيبقى مينيمم بيبقى قليل جدا. فبالتالي بيبقى عندنا كل ما علينا بالكي في بي الحقيقه بيبقى عندنا مشكله ان الكومبتون سكاترنج وبالتالي السكاتر راديشن اللي موجود عندنا في الصوره اللي هو بيأثر لنا على الصوره بانه يضيف لها نويز بيبقى اكتر. فالحقيقه الحل بتاع حاجه زي كده ان احنا بنحط حاجه اسمها كوليميشن ديفايس. الكوليميشن ديفايس بيسكلي بتقلل لنا المكان اللي بيبقى يعني بيحصل فيه اكسبوجر. يعني فرضا انا هنا عايز اصور الهيد، لما اصور الهيد انا مش عاوز ان انا اكسبوز الجسم كله بحيث يجي لي سكاترنج من الجسم كله، انا عايز بس اعمل اكسبوجر للهيد بس بحيث ان هي تاثر لي او الجزء بتاع الكومبتون سكاترنج اللي هيطلع منها يطلع لي بس من الجزء الصغير اللي انا بعمله اكسبوجر. كل ما انا كبرت البيم لو لما بوسع البيم هنا بالشكل ده كده بيبقى عندنا سكاترنج جاي لنا من جميع انحاء الجسم، يعني كل الاجزاء بتاعت الجسم بتعمل لي سكاترنج على الفيلم، فده مش حاجه كويسه. فبالتالي ريستريكتنج البيم ده بنستعمله يعني بنستعمله حاجه اسمها كوليميشن عشان نعمله بيسكلي بيحسن لنا في السكاتر راديشن، بيقلل الاكسبوجر بتاع الايمج ريسبتور للسكاتر راديشن.